ابتديت اللعبة هواية الأول واندمجت فيها فترة، وبعدين ابتديت أتدرب وأتعلم عشان خاطر الحاجات دي كلها أعلام وحسابات كتيرة ومحتاجة إن الواحد يكون مركز فيها. والحمد لله يعني أنا يعني ترتيبي حال دلوقتي 88 على العالم، وبتقدم شوية شوية، بس يعني واضح إن الواحد خلاص يعني جيل الجديد هو اللي هياخد. حضرتك بدأت تلعب فين؟ مين دعمك في أول بطولة؟ اتدربت إزاي؟ هو الاتحاد المصري مدعمنا على طول بصراحة، إنما إن إحنا ابتدينا طبعا من زمان بطولات الجمهورية وبطولات منطقة القاهرة، وابتدينا نشترك بقى في بطولة العالم لما بقينا لينا مستوى معين نقدر نخش ويبقى شكلنا كويس على الأقل في التمثيل. حضرتك شاركت في بطولات إيه قبل كده؟ أنا اشتركت في بطولة البرتغال وفي بطولة في تركيا وفي طبعا في الأقصر والغردقة على طول، بنلعب في بطولة الأقصر والغردقة على طول، وإن شاء الله مكمل بإذن الله. كلمني عن تنظيم بطولة زي دي في مدينة زي مدينة الغردقة، هل دي بتمثل دعم للسياحة؟ أكيد طبعا، أكيد الفترة الصعبة اللي احنا فيها ديت ومحتاجين فيها كل حاجة، وطبعا البطولة اللي ما بتقام هنا بتعمل دعم للسياحة أكيد يعني، ويرت وفي حاجات كتير زي كده يعني. إزاي نروج للعبة البليارد الفرنسي في مصر؟ إن شايفين إن الإقبال عليها قليل بالنسبة والعدم نظر لعدم انتشارها في جميع نوادي مصر. هو اللي حالتك على حاجة بسيطة، النموذج الكوري عندهم محطة في التلفزيون للعب البلياردو فقط وتعليم البلياردو، محطة كاملة طول النهار ل 24 ساعة شغالة في حاجة زي كده، وإن يبقى كل فيه ليها اهتمام في الأندية كلها. اللي بينقصنا بصراحة مدربين أجانب واحتكاك كتير، إنما في ناس كويسين هنا في مصر ممكن يكونوا، وفي شباب طالع كمان حلوين قوي قوي محتاجين دعم جامد هيوصلوا لأنهم يبقوا أبطال عالم. ازاي بيتم التواصل اللاعبين مع الاتحاد الدولي او المصري او العربي؟ بيتم التواصل بينكم ازاي؟ هو طبعا الاتحاد العربي، احنا عندنا ميزه الصراحه الاتحاد العربي والاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد المصريين، انما طبعا لينا لينك على طول معاهم يعني.